تيمونسي. والله يا اخويا صاحبي انا لازم الناس تعرف اللي الفيتير او احنا ما نعرفوش الفيتير لي زانفيتي الا سور لو مومون هكا. قد ما تحكي على سي حمادي مش شويه، لان انا كنت مزهر برشا لان لعبت معاه، وتشوف التواضع نتاعو اللي ما تغيرش. انا الملاعبيه من المستوى هذايا ما عادش موجودين، اللي ما لعبش مع سي حمادي واللي ما تفرجش في سي حمادي العقربي ماهوش محظوظ. الحاجه اللي انكرويابل تشوف الظروف معناها اللي قاعد تعدى فيها، تعدى بها الصحيه وربي يشفيه في اقرب وقت ان شاء الله. يشكروا العائله الموسعه، عائلته دابور الوقفه، وعائله نادي الصفاقسي الموسعه الكل، اللي كي تشوف تقول له شنو احوالك يقول لك لاباس الحمد لله. نتفكروا سي علي رتيمه زاد وقت اللي عملت له الانترفيو قال لك نفس الشيء. اللي الاسماء الكبيره ديما عندهم القناعه والتواضع والتربيه والاخلاق. انا راهو يلزمنا ناطروا ولادنا والناس كلها راهو تفرجوا فيها هذيا، سامحوني لان انا نحبه برشا. لازمنا ناطروا ولادنا كما قال سي مصطفى عروس قبيله، حب الناس ليك راه ما تشريهاش بالفلوس. يعني فيها برشا دموع. نحبه برشا انا جاي له شانس باش تلعب معاه. والله باش نقول لك نبدا نستنى فيه وقتاش يطلع للطاوله نتاع المساج باش نتفرج فيه، لان انا جيت من سويسرا من الملاعبيه اللي شجعوني، هو خويا طارق، نجيب الامام، سي مختار ذويب. اليوم الملاعبيه هذو ما عادش تلقاهم بالكل والله، لان باش نحكي لك انا سي مختار ذويب وقت اللي مشينا لصفاقس كما قال خويا عصام، وانا فرحان بوجود ومقابله خويا عصام، لان شوف اليوم بلديه صفاقس باش الفا بروفيتي بالاكسبيريونس تاع عصام ولا كونيسونس دو فوتبول، وهذه الكره اللي نجموا نتقدموا بها بالطريقه هذه. سي مختار ذويب وقت اللي غادرنا لكنا صفاقس كل نص ساعه وانت في اللوتوروت يسال عليك وصلتوا لباس والحمد لله. انا نشكر ومزهار ومحظوظ برشا اللي تعرفت ولعبت مع لاعب اسطوره من احسن سي سوني لو ميور جوار جامي تعرف في تونس اسمه سي حمادي العقرب.